يزال الإنترنت يلعب دور أساسي في العلاقة بين الزوجين، واللي من الممكن أن يتسبب في العديد من المشاكل، وممكن يفتح باب للخيانة الزوجية. سيدتي ناقشت مع جمهورها الموضوع حول ما إذا كان للإنترنت دور كبير في غياب الحوار بين الطرفين. ما أحس أن النت يعتبر أنه سبب أساسي لهذا الشيء. إذا النت استخدمناه بطريقة صحيحة ما خلينا ندخل بحياتنا الشخصية أو حياتنا العائلية، فما رح يأثر في المشكلة الموازنة على الشخص اللي يوازن. تم تسبب في الطلاق انشغال الزوجين بالجوال فترة طويلة، سبب أيضا في الجفاء العاطفي. أيضا يكون عندنا اللي هو الجيمز اللي موجودة، فيكون الزوج طول فترته أو الزوجة طول فترتهم على الجوال بعيدين عن بعض. هو من أحد الأسباب، ما هو السبب الأساسي ولا هو السبب الرئيسي، بس الانشغال بالإنترنت هو يعني أكيد الرجل لح يحتش بيقول إنه سيد زوجته منشغلة عنه، منشغلة عن بيته، منشغلة عن أولاده. فرد من المجتمع سواء الزوج أو الزوجة فيه له تفكيره، فيه له عمقه، فيه له عاطفته، فيه له أشياءه، فيه له الخلفية تبع حياته. ما هو الأمر هذا هو الشيء الرئيسي، ولكن زي ما قلت إنه هو قد يكون أحد الأسباب لموضوع انشغال الزوجين عن بعضهم. أعتمد الأمر حسب الأشخاص، ثقافة الشخص، أسلوب الشخص الذي يتبع باستخدام الإنترنت، الوقت الذي يمضي الشخص باستخدامه للإنترنت. إذن الإنترنت أنا بعتبره ثقافة عامة. سوء استخدام النت، وقعد لفترات طويلة على النت بين الأزواج وبين ذا، وكل واحد معزول، هو سبب زي التوحد، زي الوحدانية كذا لما يكون على النت وذا. لو بدون نت توقع أنه لا، الناس تكون قريبة من بعض وذا. الانفصال العاطفي والطلاق المبكر هو قضية حساسة جدا، يكون لها أسباب كثيرة، ومنها التواصل. قد يكون التواصل الحسي، قد يكون التواصل المكاني، لكن ضمن ظروف الحياة وصعوبات الحياة الجديدة ممكن أن يكون الإنترنت هو حل لهي المشكلات، مثلا المسافة، صعوبة الوصول. فأنا برأيي الشخصي يستطيع كل إنسان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بحسب حاجته، فيكون هو إما نعمة أو نقمة.